استنيك يا دكتورة، معانا مشاركة بقى من بره، معانا محمد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا محمد. أتكلم دكتورة للدكتور معاك، لو سمحت. اتفضل سؤالك الله للدكتورة. يزيد فضلك. والله يا دكتور لو سمحت، أنا عندي القولون تعبني، وباخد علاج القولون، وعندي الحالة النفسية 0 على الشمال. القولون تعبان نتيجة الحالة النفسية، طيب الحالة النفسية نتيجة ايه؟ ضغوط ايه؟ الضغط اللي عليك مثلا حاسس بإيه؟ بتحس والله ضغوط حياة وقولون عصبي، مش عارف، عندي شوية التهابات في القولون تعبين لي. تمام؟ خلاص طيب بنشكرك يا محمد، تابعنا عن طريق التلفزيون، ما الدكتورة هترد عليك. تعب نفسيتي او القولون تعبني، دي كلمة مطاطة جدا جدا جدا. بس هي دلوقتي كل الناس، اي حد نفسيته تعبان يقول الأغلبية لك قولوني الأغلبية ده تعبان عشان حقيقة. نفسيتي تعبانه ومضغوطه تمام، عصبيا وبشد طول الوقت كنت محتاجة اعصابي. شوية تحديد بس، اللي هو مضغوط من قبل ولا بيقول لك مضغوط من من كل الحياه، من ما هي الحياه الحياة دي عامه، برضو، ده الكرة ما الأرضية هو الحلقة. الشغل، البيت، الولاد، نفسيتي تعبانه ما اتجوزت مثلا، نفسيتي تعبانه، الولاد عندهم مشاكل، امكانياته الماديه، هي الظروف كلنا بنمر بيها. سؤال عام، تمام، ليه ايه بقى؟ بنحمل نفسنا فوق طاقتها؟ هو ده يا دكتوره اللي وليه احنا ما عايزين بتديش نقوله وننصح بيه الآخرين الناس. مجال يعتمدوا شوية على نفسهم وكمان يساعدونا؟ ما هو لو كل روح واحد المشاركة التزم اللي لسه بدوره. كنا بنتكلم لا، عليها قبل المشاركة مش المكالمة، ان انا ارمي كل حاجة لا للي قدامي المشاركة وياخد دي كله ان احنا يعمل. هات وخد، هات وخد، ما هي الحياة هات كلها كده، وخد. مش بس حياة زوج وزوجة، حياة الاخوات، حياة في الشغل، كلنا لازم نساعد بعض، لازم هات ايوه وخد. ممتاز يا مي، الله يرضى عنك ويكرمك يا رب. يا المشاركة، وشوفي احنا قلنا ايه، هات وخد، ما قلناش خد وهات، او الكلمه الدارجه، لكن مش الهات وهو مطالب. بس دور الضحيه او دور التضحيه او دور العطاء، دور سامي جدا ورائع جدا، بس ما زاد عن حده انقلب لضده. في حاجه ليها حدود، حتى الام لاطفالها في برضه حدود وطريقه، وهم كمان لازم يشاركوا علشان يساعدوكي، عشان ما يبقاش عليك الضغوط. لو انت متجوز، انت حياتك النفسيه مضغوطه، هل انت بيتم استغلالك؟ ما بتعرفش تقول لا، ما بتعرفش ترفض، بتتقبل اي حاجه بتتقال لك وتنفذها، حتى لو انت تعبان ومتحمل على نفسك بزياده. ما يعني ايه نفسيتي تعبانه؟ ما كل دوت، الجسم ده له شخصيه مستقله عننا تماما، فاي حاجه احنا بنعملها تحملها هو بيجي له من حقه ان الجسم يثور. لا، فوق بقى، انت تعبتني فانت لازم ترتاح او تهدى او تتصرف عشان انا اهدى وارتاح. انا بوجعك عشان تفوق، بديك جرس للاسف انذار، ايوه. شعري بيقع، بشرتي مش عارفه جرى لها ايه، قولوني وطلعت هالوز او تعبان، السمار اللي تحت تحس العينين، اعصابك مشدوده، ايدك ورجلك بدخن قوي، تعبينه. برفع قوي، بالظبط، بسمار قوي، ابتدت حبوب تنطر في وشي، مش عارف اسبابها ايه ولا اعالجها. ظهري ابتدى، وظهري دوت ده كتير بقى عند كل سكرك بيعلى، الستات، ضغطك بيعلى، السكر والضغط دوت الاساسي. بس بعيد الشر يا رب عن الناس كلها، ما يحصل ابدا. بندخل بقى في كادر حاجات تانية وامراض تانية للاسف، ان شاء الله باذن الله تعالى ما يكونش في حد، وربنا يشفي كل الجميع، الناس كلها. بس هي دي الاسباب. انا لو اديت لكل واحد حقه وقبليهم اديت لنفسي، لشخصيتي، للانا بتاعتي حقها، من كل حاجه بحدود، تمام، هيبقى مش الى حد ما توازن، مش هنوصل بقى لليوتوبيا والمثاليه والحاجه بقى لا، بس على الاقل في توازن اللي بيها